تقول المرسلة: أم سعيد. أم سعيد لها قضية تتعلق بتركة زوجها المتوفى، أثارت حول هذه القضية جمعا من الأسئلة، فتقول في الرسالة: أنا امرأة توفي زوجي منذ 4 سنوات، وترك بعض الإرث من مال و4 منازل، وقد تم تقسيم المال، إلا أن المنازل لم تقسم إلى الآن بحجة أن أبنائي قُصّر، وأنا أسكن أحد هذه المنازل، وولد زوجي يسكن في المنزل الثاني والثالث والرابع، أقوم بتأجيرها وأصرف أجارها على أولادي، مع العلم أن زوجي له من امرأة متوفاة 3 أولاد رجال. والأسئلة هي: لدي أبناء، أحدهم عمره 15 سنة والثاني 10 سنوات وفتاة عمرها 14 سنة، هل يعتبرون قُصّر؟ ما حكم بقاء المنازل إلى الآن بدون تقسيم؟ هل علي إثم في بقائي في المنزل وهو من الإرث؟ أدار المنازل يأخذه وأصرفه على أبنائي، فما حكم ذلك؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن ما تركه الميت يسدد منه ما عليه من الديون أولا إذا كان عليه ديون، ثم تنفذ وصاياه الشرعية، ثم ما بعد الوصية، بعد الدين وبعد الوصية يكون للورثة. طيب، الذين توفي عنهم من كان منهم قاصرا ومن كان منهم كبيرا رشيدا. ومسألة القسمة، نعم، ومسألة السكنة في البيوت والأجورات، كلها يرجع فيها إلى المحكمة، يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة تقيم وكيلا عن القصار يتصرف لهم حسب مصلحتهم. الحاصل أنه لا بد من الرجوع إلى المحكمة في هذا من أجل أن تقيم وكيلا عن القصار يتصرف لهم ويحفظ لهم حقهم. وأما الكبار، نعم، الراشدون، فإنهم يتصرفون في نصيبهم. طيب، وإن سمحوا بشيء منه فلا بأس، فهم يتصرفون في حقهم وفي نصيبهم، وإذا سمحوا بالسكنة فإن نصيبهم يسقط من الأجرة، وإن لم يسمحوا فلا بد من النظر في هذا والتوافق بين الورثة البالغين ووكيل القصار، لا بد من التفاهم في هذا والتوافق حسب المصلحة للجميع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن لا يحجر على الميراث بحجة أن الأولاد قصر شخص هذا؟ الكبار يعطون نصيبهم، وأما الصغار فيحتفظ لهم بنصيبهم تحت نظر وكيل شرعي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها تأخذ أجار المنازل وتصرفها على أبنائها والورثة الباقون لا يصلهم شيء من هذا الأجار؟ هذا لا يجوز إلا إذا سمحوا، إذا سمحوا وهم بالغون راشدون، نعم، فلا بأس. أما إذا كانوا قصارا فإنه لا يجوز التصرف في الأجورات، بل يرجع في هذا إلى المحكمة وإلى الوكيل الشرعي. طيب، نعم، إذن لابد أن تستأذن من الجميع الورثة حتى تأخذ شيئا من هذا الأجار. تستأذن من البالغين الراشدين، نعم، وأما القصار فيحفظ حقه. طيب، ليس لهم إذن وليس لوليهم أو وكيلهم أن يأذن. نعم،